مجددا اهلا بكم الى حوار اليوم. ماذا بعد سقوط الهدنه في سوريا وماذا عن ملف النازحين في لبنان؟ هذان المحوران سيشكلان مدار بحث في حلقتنا في حوار اليوم مع ضيفنا عضو مجلس الشعب السوري الدكتور احمد مراعي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك بالاو تي في. صباح الخير لك رواد وللساده المشاهدين. النهار الثلاثة كان في كثير تفائلوا انه الهدنه انطلقت، مسار التسويه انطلق، الى ان من السبت لليوم كله تعثر، انتهت مهله السبع ايام وما صار في تجديد لها. رجعنا على التصعيد. يعني بطبيعة الحال رواد، يعني كان المعول خلال الأسبوع اللي مرق أنه ممكن يكون في حالة نوع من الهدوء ممكن يمهد لحل سياسي، خاصة أنه سوريا القيادة السورية حاولت التخفيف من أعباء، يعني من الأعباء الملقاة على الأحياء الشرقية بحلب وكل يعني المناطق التي هي تحت تهديد القذائف الهاون وجرار الغاز وكل ما يمكن استخدامه من قبل بعض الجماعات باتجاه المدنيين. يعني كان المعول على أنه هذا بمهد لدخول لحوار سياسي ربما بننطلق فيه لجنيف، ممكن نحن بيكون في حوار سوري الاتفاق على بعض الملفات السياسية بالدرجة الأولى، يعني مثل انتخابات نيابية مبكرة، تشكيل حكومة موسعة، إلى ما لذلك من كل الملفات التي يمكن أن تحمل نقاش. ولكن يعني مثل ما ذكرت حضرتك، يعني اليوم نحن وتحديدا بالأمس بعد ما أعلنت القيادة العامة لجيش القوات المسلحة السورية بأنه انتهت الهدنة، لأنه شافوا أنه ما في إمكانية أنه الهدنة تلتزم فيها الطرف السوري فقط. إطار الهدنة بأكثر من محور، نعم. إن من محور حلب، إن من محور دير الزهور رح نبدأ فيه، إن من محور الشق السياسي اللي بقى شوي طي الكتمان وما عرفنا شو بنوده بالاتفاق الروسي الأمريكي، رح أبدأ تحديدا من دير الزهور. هو ما حدا يعني للروسي نشر شيء، هو يهدد الروسي بأنه ممكن ينشر ولكن ما نشر، والأمريكي ما نشر، ولكن في أنت تستشف الموضوع من خلال الأمور المنطقية. صح. يعني رح نرجع نحكي بهذه القصة، ولكن خلينا نبلش اول شيء من النقطه الابرز. نعم. انه امبارح بالليل صار في نوع من الاشتباكات على محاور حلب. نعم. جبهه النصره حاولت انه تشن هجوم لتتقدم وصد الجيش السوري مع حلفائه بغطاء روسي ايضا، وهذه شغله لافته. الوضع بحلب كيف هلا، خصوصا انه حضرتك نائب عن ريف حلب؟ نعم، هلا اصلا المحطه هي حلب، والمعركه بحلب، يعني نحن وان كنا دخلنا بحاله هدنه كدوله سوريه، نحن بنعرف على انه رواد، يعني انت لما رحت باتجاه عقد هدني مع هذه الجماعات باشراف امريكي روسي، انت بتعرف مسبقا على انه هي جماعات غير قادره على الالتزام، وهي هل حتى هو اتفاق، اذا بدك اتفاق على المستوى السياسي لم يتم على المستوى العسكري. حتى هناك على المستوى العسكري بين الجماعات يعني المسلحه على الارض كان في دعوه انه نحن ما ننخرط او ما نلتزم بهي الهدنه، وبالتالي كان متوقع انه تسقط هي الهدنه ونحن نرجع للمربع الاول اللي هو حالة الاشتباك العسكري. ما زال متوقعين انه نحن بالوقت يلي حتى موسكو مثل دمشق اعلنت انه المجموعات المسلحة استفادت منها لتعزيز 100%. هلا ما اول مرة نحن منفوت بهدنة بطبيعة الحال، انت تحديدا الاحياء الشرقية بحلب، يعني ليش الدولة السورية فاتت بهدنة؟ اولا يعني لتمهد الدخول بحل سياسي، اثنين انا مثل ما ذكرت تخفيف الاعباء على المدنيين بهي المناطق، ويعني اخراج المنطقة من حالة العسكر والدخول بحل سياسي. اليوم نحن اذا بدنا ندخل بهدنة بطبيعة الحال نحن الدولة، يعني الدولة بتفكر بمنطق الدولة كمؤسسات وكاستراتيجية وكخطة. نحن بالدرجة الأولى همنا المدنيين، المدنيين نحن بنخلصهم من هاي الحالة اللي في حالة هجوم عسكري يومي على، وبالوقت ذاته أنت كمان بدك تبين للناس إنه الطرف الآخر غير جدي بموضوع الهدنة وغير قادر على الالتزام. يعني هذا يعني هي الإجابة على السؤال نحن ايش بنفوت بهدنة. الهدنة هي للتمهيد للدخول الحل السياسي. الفكرة بأنه نحن إذا بدك تسألني على مستوى الشخصي، على رأيي الشخصي، أنا ضد أنه يكون في عملية هدنة. ليش؟ حتى الأمريكي لما راح رواد باتجاه أنه يعقد التفاهم مع الروسي، هو كان عارف أنه بني يختار بين السيء والأسوأ، السيء أنه هو أنه يروح يعمل هدنة أو ما يعمل هدنة، وبالتالي بده يروح يترك الجماعات المسلحة تحت ضربات الجيش السوري، وهذا اللي شافه. لذلك حتى هني لهم مصلحة بالهدنة، مثل ما قلت هني بحاجة لإعادة بناء قدرات عسكرية، وهذا مبارح شهدناه. مجرد أنه سقطت الهدنة شنوا عملية عسكرية واسعة، وبالتالي يعني بطبيعة الحال
تصدى الجيش لها، ولكن العملية العسكرية كان محضر لها ومعد لها أثناء عملية الهدنة. رغم أنه جبهة النصرة اللي هي رأس الحرب إذا بدنا نقول بالمجموعات المسلحة اللي عم تحارب بحلب، هي مكرسة إرهابية من قبل واشنطن، وكان الاتفاق الروسي الأمريكي بيقضي أنه واشنطن تكون عم تشارك مع الروس بشن هجمات عليها. يعني من حزيران 2013 وفقاً للقراءة 2254 و 2253 مصنف داعش والنصرة بأنه جماعات إرهابية على المجتمع الدولي والقوى الكبرى بالدرجة الأولى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أنه تحاربها. النصرة حتى امبارح لما كان في حكي بأنه يتم فصل ما بين الجماعات بين مزدوجين معتدلي أو المعد مسبقا والجماعات الأخرى اللي تصنف إرهابية هي داعش والنصرة، كان في أكثر التصاقا أثناء الهدنة، وبالتالي في كذب بهذا الموضوع. لم تستطع أمريكا أن تفصل ما بين النصرة وداعش وجماعات الأخرى، لأنه بطبيعة الحال هي العمود الفقري لهذا العمل العسكري وما فيها تتخلى عنه. ونحن شفنا بالأمس لما أمريكا شنت غارة عسكرية على دير الزور لأنه شافت أنه كل الموازين انقلبت ورحنا باتجاه أنه ممكن الدولة السورية وحققت انتصار. رح نرجع لدير الزور، ولكن لأنهي بس موضوع حلب بآخر سؤال اللي بيتعلق بالمساعدات وقوافل المساعدات. من النهار الأول للهدنة كان التصويب الأمريكي على الحكومة السورية أنه هي اللي عم تعرق لدخول هذه المساعدات، يلي صار كمان بالأمس أنه تم استهداف قافلة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري صح. واعتبرتها الأمم المتحدة نوع من جريمة حرب. بالتالي شو عم بيصير بهذه القضية تحديدا؟ مين عم بيعرف؟ الملف الإنساني رواد هو كان من البداية ورقة دائما بيستخدمها الطرف الثاني لحتى يقول على أنه الدولة السورية بمكان أو بآخر بتستخدم ملف الإنساني للضغط على الجماعات الموجودة المجامعات المسلحة. يعني أول شيء أنه يعني اليوم قبل شوي كنت عم بحضر تقرير على أنه مباشرة تم تصويب أصابع الاتهام إلى الدولة السورية بضرب القافلة المساعدات. يعني الدولة السورية لو كان بدها تضرب قافلة المساعدات يعني من الأساس كان دخل يعني ما كان دخلت بحالة هدنة حتى تحمي المدنيين الموجودين بمناطق حلب والريف حلب. يعني هذا أصلا يعني اتهام نحن تعودنا عليه مرة بعد مرة سنة بعد سنة. يعني اليوم صرنا 6 سنين بنفس الموج ونفس الفكرة. المساعدات هو كان بيقضي الاتفاق على أنه المسلحين بالمنطقة الأخرى بيجهزوا عملية يعني نقاط تفتيش وبيسلموه للهلال الأحمر. ما تم هذا الأمر، وعلى أنه أيضا بينسحبوا مع أسلحتهم العسكرية إلى مواقع أخرى. وبالتالي هذا الأمر ما صار. ليش؟ لأنه الدولة السورية كانت عم تقول أنه أنا ما في دخل المساعدات الإنسانية، وبتروح تحتجز الجماعات المسلحة وبتحتكرها. وبالتالي إذا كان الملف الإنساني أنا معني فيه وأنتوا عم تقولوا أنه أنا معني فيه، ولازم يوصل للمعنيين. صحيح. فانه انا بدي اوصل المساعدات الانسانيه وبتيجي بتحتكر النصره وغيرها من الجماعات الارهابيه الموجوده بالمنطقه، هذا الامر ما كان يتم. النصره اساسا كان ضد ادخال هذه المساعدات. هي هلا هي كلياتها بتقول لك ضد ومع، ولكن هن كلياتهم ضمن التركيبه. الملف الانساني اللي بدي اقوله رواد حتى نقدر يعني هيك نعطيه حقه، يعني هو كان دائما الوسيله اللي من خلالها تهاجم الدوله السوريه في مجموعه من الاجراءات وفقا للتفاهم الروسي الامريكي بانه هذا هي الاجراءات يجب ان تتخذ قبل وصول مساعدات. هذه الإجراءات ما تمت حتى اللحظة ما تمت. علماً في خبر عاجل يقول أنه تم قرار بتأجيل دخول قوافل المساعدات في سوريا بعد الهجوم في حلب. تمام. علماً أنا بدي أقول بأنه بالأمس دخلت قافلة مساعدات إلى حي الوعر بحمص، ودخلت قافلة مساعدات إلى منطقة المعظمين في دمشق. وبالتالي لما بيكون في إمكانية بمناطق أخرى بدي توفر الظروف عم يكون في إيصال هي المساعدات، ولكن أنه تجري الجماعات المسلحة بتسيطر عليها وبتحتكرها، هذا الأمر مرفوض من الدولة السورية لحتى نقدر نحن نوصله للمعنى. كان اتيت على ذكر حي الوعر كمان كانت لفت انه كان مفروض التنين يكون في تنفيذ مرحله جديده من المرحله الثانيه من الوعر وما قبل الاخيره متوقع كان، ولكن تم التعثره. واللافت انه حسب التصريح السوري انه تم التعثر بسبب رفض الامم المتحده تامين او مواكبه المسلحين اللي عم يخرجوا من الوعر لادلب. يعني التوصيف السوري بالحالي بانه هي عرقلت الامم المتحده عرقلت اخراج هؤلاء المسلحين. يعني كان في امبارح يفترض بانه اخراج 250 مسلح وفقا لمرسوم اللي اصدره الرئيس الاسد، المرسوم 15 مرسوم العفو طبعا لعام 2016، تم تسويه امرهم وبالتالي اخراجهم باتجاه بعض المناطق في سوريا. يبدو صار في اكثر من يعني اجراء ما تم بالشكل الصحيح. ولكن انا بدي اقول بموضوع المصالحات، يعني من بدايه المصالحه بدارية وانتقال اليوم لموضوع يعني ما يجري من حديث في دارية والوعر وباكثر من منطقه، هذا ملف ازعج الخارج. وكان هو اصلا يعني قدرت الدولة السورية من خلال يعني بالترافق مع ملف المصالحات والعمل العسكري انه تحقق انجاز كبير، لذلك هذا الامر ازعجهم راحوا باتجاه التصعيد. نعم.
بنتقل الى دير الزور يلي هي كانت النقطه المفصليه بالهدنه وكانت اول مؤشرات الى تداعي الاتفاق الروسي الامريكي. لماذا في هذا التوقيت بالذات تستهدف الولايات المتحده مراكز للجيش السوري في دير الزور؟ شوف يعني كان مفروض رايحين لهدنة، رايحين لتسوية، رايحين لتنسيق أكبر، ليه صار؟ صحيح، الفكرة بأنه الهدنة أنه يعني مثل ما برز بالمعلومات على أنه يبدو في خلاف داخل الإدارة الأمريكية ما بين السياسي والعسكري. ولكن أنا بدي أقول قبل ما أفوت على موضوع الخلاف بين بداخل الإدارة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لما دخلت على الهدنة ما كانت عند القرار الكامل بالدخول، نتيجة هذا النقاشات اللي صارت داخل الإدارة الأمريكية. يعني الهدنة ما كان في إمكانية إنه تمشي فيها مثل ما الإدارة الأمريكية بدها. لأنه كان في خيار، يا أما تترك المسلحين بأنه ينقضى عليهم أمام الضربات والتقدم الميداني لحقق الجيش، أو إنه هي تتركهم، أو إنه تفوت بهدنة وتمشي بالموضوع. ولكن العبرة كانت بالتنفيذ. لما دخل الأمريكي لتنفيذ هاي الحالة، تنفيذ الهدنة، وجد نفسه أمام كشف كل مواقعه، آلياته، قدرته، إدارته، يعني التنفيذ تنفيذ الهدنة يعني التنسيق مع روسيا. والتنسيق مع روسيا يعني كشف كل الخطة الأمريكية أمام الروسي بسوريا. وهذا الأمر كان ترفض الإدارة العسكرية بروسيا. بس ما لا قبل الولايات المتحدة فاتت بهذه التسوية إذا ما بدها تكمل فيها، لأنه كان قلت لك في خيارين، يا أما بتتركهم بينقض عليهم، أو بتخفف من الضربة عليهم للهدنة لحتى تبلور أمور أخرى. اليوم اللي صار أنه الإدارة العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرار بأنه لا يمكن التعاون، صرحوا يعني بهذا المجال، لا يمكن التعاون ما بين روسيا. وهون بدي فوت على نقطة أساسية، لماذا تم التصعيد أو يعني التصعيد الإسرائيلي بالفترة الأخيرة بالجنوب وإطلاق معركة قادسية الجنوب؟ يعني شو الفكرة؟ لأنه كان الإسرائيلي ضمن قراءته، هذا القراءة الإسرائيلي بتقول على أنه دخول الأمريكي بحالة تنسيق مع الروسي بيؤدي إنه إلى تقديم تنازلات، وأيضا مثل ما قلت يعني كشف كل الخطة الأمريكية. إسرائيل دخل من هون، تركيا من هون، الأمريكي يعني صار في تصعيد بهذا الشكل. وأيضا نقطة أساسية جدا مهمة، وهذا مبارح يعني حتى الدولة السورية على أعلى المستويات حكيت بذات المعنى على إنه هي محاولة مباشرة وواضحة إنه تنصل من اتفاق الهدنة. وفعلا يعني كانت متوقعة أمريكا إنه يصير في تصعيد من الجانب الروسي، بطبيعة الحال إنه الروسي بده يصعد لأنه انا وثقت بالطرف هذا. طيب ليه ما بتاخذوها بحسنيه شوي اكثر وبتصدقوا الامريكان اللي قالوا انه عن طريق الخطا صارت؟ يعني الحد، يعني اللي عنده الحد الادنى من التحليل والقراءه المنطقيه ما بتزبط. يعني عندك انت اكثر من 4 دول مشاركه بهي الغاره، 2 استمرت الغاره بحسب المعلومات اكثر من 55 دقيقه، وبالتالي هل انت ما فيك تقدر تحدد هل هني داعش؟ بعدين الامريكان يعني عندهم تقنيات وقدرات بيشوفوا داخل الغرفه مين موجود، هل هو داعش ام نصره. وبالتالي حتى موضوع الفصل ما بين الجماعات المعتدله وغير المعتدله كمان كذبه كبيره، هي قادره على الفصل ولكن ما بدها تفصله. من اللافت انه الامريكيين لما نفذوا غارات على داعش ما بيروح فيهم قتلى من داعش قد ما راح عدد الضحايا من الجيش العربي السوري لما استهدفوا 100%. يعني نحن قدمنا يعني خسائر كبيره بنتيجه هي الغاره. وبطبيعه الحال انا ما بدي احكي بالكلام المكرر اللي انحكى كثير على انه هو ضرب للتعاون وبالتالي امريكا لا تحترم السياده. اي ما بتحترم السياده امريكا، وهذا الشيء منه جديد عليها. امريكا بتدعم اسرائيل اللي هي بتنتهك حقوق الانسان وبتحتل الارض، يعني هذا الموضوع صار موجود العالم كله تحكي فيه. ولكن بالدلالة السياسية أمريكا اليوم هي نتيجة الخلاف الداخلي بالإدارة الأمريكية بدها تتنصل من هذا الاتفاق وتنصلت منه. التوقع يعني توقع ردة الفعل عند الطرف الروسي كان صحيح، الروسي صعد على المستوى الدبلوماسي، ونحن شفنا بمجلس الأمن كيف صار في خلاف دبلوماسي واضح صحيح ما بين ممثلي الدولتين. وبالتالي يعني بقدر يعني إذا بدك أختم هي الفكرة تحديدا أو هذا المحور على أنه الأمريكي هو رايح باتجاه الصعيد. الأمريكي هو ناطر ليشوف مين بده يجي للإدارة الأمريكية بالأسابيع القليلة اللي هذا نعي لاجتماع اليوم اللي راح يصير واحتمال عبره تجديد الهدنة عم تنعي مصبع. يعني أنا إذا بقول لك، إذا بتسألني عن رأيي الشخصي، لا يعني ما بقى في إمكانية أنك أنت تعطي مجال لهي جماعات أنه تعيد إمكانيات العسكرية. طيب. ونحن بالأكيد مبارح بالمعلومات على أنه هني حشدوا وكان تحضر معركة واسعة على حلب. وبالتالي أنه أنا ما بقى في إمكانية، هذا رأي الشارع السوري بكل الأحوال.
الأحوال يعني ما في إمكانية أنا أعطي هدني كل كم يوم بعطي هدني لهي جماعات، مع احترامنا الكبير يعني قرار القيادة العسكرية، ولكن الهدني هي عم تضر بالمدنيين أكثر ما نحن عم نفيدهم. نعم، بالنسبة للموقف الأمريكي كمان كان لفت إنه الجيش جون كيري حمل الجيش السوري مسؤولية يعني الغارات على المواقع هي في دير الزور. يعني هي من المهازل اللي ممكن أنت اليوم تسمعها وهيك وبتضحك. يعني كيف يمكن تحميل الجيش السوري مسؤولية هذه الغارة؟ يعني كيف تنقرى؟ يعني حتى قبل شوي قريت تصريح يعني في غاية يعني بتضحك بالآخر. يعني الأمريكي اليوم بحالة حتى إذا بتلاحظ أنت تصريحاته لكيري مرتبك وبيحكي تصريح مختلف عن الآخر، وهذا بيدل على أنه هني جماعة وضعهم ما كتير. نحن مقبلين على انتخابات أمريكية ووضعنا على المستوى كمان الإدارة كمان ما كتير، وبالتالي السياسة الأمريكية بتحددها دراسات وتحددها مؤسسات، ما بيحددها كيري أنه كيف هو بيروح باتجاه تفاوض أو تفاهم مع روسيا أو لا. نعم، بالنسبة لموضوع الغارة كمان حكيت حضرتك أنه الأمريكي من خلال هذه الغارات على مواقع الجيش السوري بدير الزور يريد التصعيد، يريد نسف الاتفاق. سمعنا كمان بالبيان الروسي مثل البيان السوري مثل البيان الإيراني عن نوع من تنسيق بين داعش والطرف الأمريكي، ولكن في سيناريو نحكى عنه أنه أهداف هذه الغارات كانت السماح لداعش بالتقدم وسقوط دير الزور بيد داعش لحتى الجيش السوري يصير خارج المنطقة الشرقية. صحيح. ما يسهل التقسيم فيما بعد لناحية المنطقة الشرقية بتروح لجهة محددة، في حال رجعت الولايات المتحدة حررتها بتكون هي صرفتها بالسياسة، المنطقة الثانية بتكون للأكراد، وبالتالي انكفاء الدولة السورية إلى المناطق الساحلية مع الداخل مع دمشق. شوف يعني كل الأطراف الموجودين بالحرب على سوريا بتشوف أنه أنت بأكثر من ميلة حاولوا أنه يصعدوا. يعني الأمريكي بدير الزور، التركي حاول الدخول على منطقة جرابلس واليوم ذهب باتجاه منطقة الباب، والإسرائيلي. أنا بتقديري رواد عندما تصل الأمور إلى المباحثات حول ربما وصول إلى تسوية حول الأزمة السورية، كل طرف بده يحاول يكون أنه له ورقة تفاوض. يعني بالنهاية هدول الأطراف اجتمعوا وشنوا حرب على سوريا، ويعني استخدموا كل أنواع السلاح والتمويل والدعم، وبالدرجة الأولى التركي اللي هو كان سبب أساسي بدخول هاي الجماعات، العدد الكبير من الجماعات على سوريا. اللي بقدر أقوله على أنه موضوع التقسيم هو بعيد عن سوريا. وليش بعيد عن سوريا؟ لأنه أنت رواد بتمتلك الأرض، لحتى اليوم تمتلك الأرض. أنت وقت اللي بتضعف ممكن يصير في حكي على أنه تقسيم البلاد، ورغم انه رغم كل شيء عم بيصير، الشعب السوري على رغم كل الحرب اللي صارت على مدى السنوات بنفسيته بطبيعته هو طبيعته جامعه موحده، رافض لموضوع التقسيم هذا على المستوى الشعبي. اما على مستوى القياده فانا بقدر اكد على انه سوريا لن تقبل من موضوع التقسيم، واصلا طالما نحن اقوياء يعني على الارض نحن كامشين، وهذا ما انه هذا موضوع بيشوفه يعني القاصي والداني بيقدر من خلال قراءه صغيره بيشوف على انه نحن اليوم بنمتلك الارض، لهيك هن عم بيصعدوا. لذلك موضوع التقسيم هو امر أنا بتقديري ربما يعني بيرجع بيطرح اليوم وبكرة وكل كم يوم بيرجع بيطرحهم، هو موضوع أصبح وراءنا لا يمكن أن يتم. وحتى كل اللي يعني اللي بعض البعض بيقول إنه اليوم في حديث عن منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة، هذا كمان ما حيزبط. طيب في مفارقة هون أنه 27 شباط لما الدولة السورية وافقت كمان على الاتفاق الأمريكي الروسي بدخول الجميع في هدنة، وصلتوا لانتكاسات ميدانية أبرزها بحلب، وكان الكل براهن أنه لن تتكرر هذه التجربة. وإذ رجعتوا الأسبوع الماضي دخلتوا بهدنة جديدة وتجربة جديدة. يعني عادة بيقولوا لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. أنه أنا خبرتك الفكرة أنه الدولة السورية هي دائما يعني هي بطبيعة الحال الدولة السورية جزء من 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 محور استراتيجي، جزء من محور تنسيقي. يعني أكيد بالدولة السورية إلى قرار الأساسي، ولكن ببعض الأحيان الأصدقاء بيكون لهم طروحات آراء بأنه نحن مندخل. أنا قلت لك على المستوى الشعبي، على مستوى الشارع السوري رافض تماما لموضوع الهدنة، لأنه هو عم يشوف كل ما تقدم من جيش وحقق انتصار بأكثر من مكان ترجع أنت بتعطي إمكانية بعيد بناء قدرات العسكرية ليهجم عليك. أنا قلت أنه الهدنات كلها اللي صارت بسوريا هي محاولات كانت من قبل الدولة السورية باعتبار الدولة الراعي لكل الشعب السوري بأنه بدها تخفف الأعباء عن هؤلاء المدنيين،
وتحميهم من ضربات القذائف الهاون والضغط عليهم، وبالتالي من الطبيعي انه تروح الدولة السورية باتجاه هدنة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكن بالحالات اللي فيها الأزمة السورية يعني نحن بدنا نضل نعطي فرص. ومبارح بالأساس يعني صرح احد المسؤولين السوريين على المستوى الدبلوماسي العالي على انه نحن رغم ذلك سوريا منفتحة على كل المبادرات، ورئيس الأسد اكد اكثر من مرة يعني نحن حنضل نقول متفائلين بانه نحن منفتحين عن المبادرات التي تخفف عن شعبنا هذا الضغط النفسي والعسكري والمادي والاقتصادي والحصار، ونقدر نوصل لبر الامان بالدرجه هذه الاولى. هذه الامور بس عم بتصير مع حساب الشعب السوري او عن ضغط روسي؟ لا، السوري هو حليف وصديق يعني روسي. بطبيعه الحال طبعا الروسي، لا السوري السوري هو الاساس. الروسي هو حليف وصديق، ويعني يعني حتى بالقراءه على المستوى العلاقات الدوليه بتقرا وجود سوريا روسيا اليوم الى جانب سوريا هو نتيجه العلاقات التاريخيه، وانه هني محور واحد امام يعني السطوه والهيمنه الامريكيه. انا بقدر اكد لك على انه وانا بمؤسسه من اهم مؤسسات الدوله يعني القرار السوري هو قرار محض وواضح. قد يصير يعني بيصير نقاشات، ممكن يصير طروحات، هذا الموضوع بيقبل الاخذ والرد، ولكن القرار السوري بحت. طيب موسكو ليه مسبق الفتره ضل فاتحه هذه الخطوط مع واشنطن، ضل دائما عم تنسق بالوقت اللي صار واضحه انه واشنطن لا ترغب والتنسيق بينها وبين موسكو وبين دمشق ليس مستحبا؟ هلا في نقطتين. موسكو او روسيا هي يعني بطبيعه الحال رواد ما بدها تضل الى ابد الابدين في حاله حرب. نعم. في سوريا هذا أمر خلينا نحكي بكل صراحة ووضوح. روسيا إلى جانب قدرات العسكرية ووجودها العسكري في سوريا هي تعمل على إيجاد حل سياسي بالتوافق مع الدولة السورية للأزمة السورية. اثنين، أنا برأيي بعد الغارة الأمريكية اللي شنتها أمريكا على موقع دير الزور، أنا بتقديري لم يعد هناك أي درجة من درجات الثقة ما بين الروسي والأمريكي، وشعر حتى الروسي بالغدر من الظهر بالوقت اللي نحن ننتظر منك على أنه ننتقل للخطوة الثانية بترتيبات إجراء الهدنة، بتروح أنت بتشن غارة على موقع مهم للجيش السوري لتسهل دخول داعش. وهون صار الحديث على أنه التنسيق ما بين داعش وجبهة النصرة، هل والدعم الأمريكي لا، هل هو داعم أم لا، هذا موضوع كمان أخذ نقاش إذا بدك منفوت فيه. بس بهذا الموضوع يعني اليوم الولايات المتحدة تعلن رسميا وعلنا ومجاهرة أنه هي دخلت بحرب على داعش، ولكن كيف هذا الانفصام السياسي اللي عم تحكوا عنه؟ هي عم تساعد داعش بدير الزور؟ هلا أنا بدي فوت بين هذا الموضوع على منظمة الأمم المتحدة. نعم. يعني أنت لما يكون عندك قرارين وأكثر من قرارين، ولكن بالدرجة الأولى اللي وصفت داعش والنصرة هن القرار 2254 والقرار 2253 على أنه هن جماعات إرهابية مصنفة وفق الأمم المتحدة. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدولة الكبرى، يعني هي بالوقت اللي صنفت يعني ساهمت بتصنيفها، ولكن على الأرض لا تقدم أي شيء في هذا الأمر، وهذا الأمر بينرتبط بالدرجة الأولى بآليات الأمم المتحدة وقدرتها على أنه ممكن تقدر تعمل شيء باتجاه الضغط على أمريكا لثانية باتجاه دعم الجماعات الإرهابية المسلحة وتحديدا داعش والنصرة. هذا موضوع يعني مرتبط، وأنا بدي أقول اليوم أنه اليوم تنعقد الدورة 71 للأمم المتحدة. هذا الموضوع بيفتح النقاش رواد على فعالية الأمم المتحدة كمنظمة ومجلس الأمن اللي بتسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا الخلاف اللي صار حول يعني إصدار قرار يلزم كل الأطراف بتطبيق الهدنة اللي صارت بسوريا ما بين الروسي والأمريكي. اليوم الأمم المتحدة وهي دعوة لكل دول العالم، يعني في ظل عجز هذه المنظمة عن القيام بدورة وعجزة عن فعاليتها، يعني على العالم اليوم أن يبحث للعمل لصياغة ميثاق جديد وإيجاد منظمة أخرى. ونحن بالحزب السوري القومي الاجتماعي ربما بلشنا بخطوة جديدة، نحن طرحنا مشروع إنشاء مجلس تعاون مشرقي. نعم. على مستوى الإقليم على غرار ما هو حاصل به. هدواتكم تعوضوا فيها الجامعة العربية. يعني نحن منقول هو لا يتناقض مع كل التنظيمات الإقليمية الموجودة، يعني المنظمات الإقليمية، ولكن هو خطوة أولى باتجاه تصحيح الوضع على المستوى الدولي. حتى نعم. رواد القانون الدولي اليوم، يعني وأنا للأسف إني بحكي هيك، أنا مختص بالقانون الدولي اليوم،
الولايات المتحدة الأمريكية ضربت كل مبادئ القانون الدولي، وحتى لدرجة أنه حتى لدارسين القانون الدولي لم يعودوا مؤمنين بمبادئ القانون الدولي. نعود إلى تفاصيل الملف السوري، بنوصل للزاوية السياسية هالمرة من الاتفاق الروسي الأمريكي اللي بقيت مبهمة كتير. يعني الاتفاق تم، بنوده بقيت خفية حتى على حلفاء واشنطن بالوقت اللي كان روسيا عم تضغط لنشر النصوص، الولايات المتحدة بتقول ما بدنا ننشرهم، تعطلت جلسة مجلس الأمن بسبب هذه النقطة. شو كانت هذه البنود؟ يعني أنا بتقديري كان صار في نقاش حول الشكل اللي ممكن تفهم، يعني صار في نقاش مع الروسي حول شكل الدولة السورية بالمرحلة المقبلة، واللي نتج عنه هو يعني رجحان كفة الميزان لصالح الدولة السورية والتخلي عن هذه الجماعات بشكل أو بآخر. ببدي أقول بشكل مباشر تخلت عنهم، بس تخلي عن جماعات، عن أي جماعات تقصد؟ لأنه لهلأ بعد ما ركب الاتفاق يعني الروسي الأمريكي، مين معتدل مين غير معتدل؟ لا، هي بتصنفه على أنه هلأ الداعش والنصرة هي ورقة سياسية إرهابية بتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية. بالدرجة الأولى هي بتعتقد أنه جماعات ما يسمى بالجيش الحر هن فصائل معتبرة ومعتمدة من قبلهم. أنا بتقديري رواد، وهذا ما حدا طبعا ما حدا بيعرفه، يعني ما صدرت معلومات حول هذا الموضوع، لا الروسي أصدر ولا الأمريكي أصدر، ولكن بالتحليل المنطقي وبالقراءة بتقول أنه في تفاهمات سياسية أطاحت بجماعات المسلحة الموجودة على الأرض، وبالتالي لهيك الولايات المتحدة الأمريكية لم تشأ أن تنشر هذا الأمر في مجلس الأمن. إذا قلنا جبهة النصرة وداعش اللي هن مصنفين إرهابيين، بعدك عم بتقول انه الولايات المتحده ما زالت تدعمهم وتقدم تسهيلات لهم، فعلى مين هن اللي تخلوا؟ يعني عندك كتائب الزنكي، عندك احرار الشام، عندك الجبهه الاسلاميه، عندك كل هاي الفصائل الموجوده على مستوى، هيدا على ارض الواقع انه صار في موجودة. تخلي امريكي؟ لا ما في تخلي، ما في معلومات لانه بهذا الموضوع، ولكن انا عم اقول بالقراءه يبدو انه الامريكي لما قال انا هذا الموضوع لانه بيضر باصدقائي او حلفائي على الارض، يعني هذا الامر ربما يذهب بهذا الاتجاه. علما انا بدي ارجع اقول انه ما صدرت أي معلومة بهذا الموضوع، كل اللي طلعوا وحكوا وكل اللي كتبوا بهذا الموضوع بيقولوا يعني قدروا على أنه الجانب المخبأ من هذا الاتفاق، الجانب السياسي، هو حول النقاش اللي دار ما بين الأمريكي والروسي بالمرحلة المقبلة حول شكل الدولة السورية، واللي هو فيه رجحان كفة الميزان لصالح الدولة السورية. هذه الأمور كلها كانت بالأسبوع الماضي رجعت عائدة دميستورة إلى نشاطه، وصار في كلام حكى بالصحف أنه بين آخر أيلول ونص تشرين الأول راح يصير في دعوة إلى جلسة جديدة ومن مؤتمر الحوار السوري. برأيك مع سقوط الهدنة اليوم والتباعد الأمريكي الروسي اللي رجع عم بصير، نصفت هذه الجولة؟ بكرة الأربعاء في اجتماع ما بين لافروف وكيري. اليوم ممكن تكون بكرة بتوقيتنا، بس هو اليوم حسب ما على الأمريكان. هو الأربعاء بالشكل الرسمي اللي صدر إنه الأربعاء في لقاء ما بين كيري ولافروف. هلا أنا بتقديري رواد على إنه يعني ما حدث في سوريا خلال ثلاثة أيام اللي مرقوا والغارة الأمريكية والتصعيد الحاصل من قبل الجماعات وكل المعلومات اللي صدرت، هو بالوقت الحالي ما في إمكانية لعقد جولة جديدة من جنيف. نحن رجعنا على الميدان يعني من الآخر، ونحن بحالة حرب، وهي الحرب الكل عم يتحضر لها، الكل عم بيكون جاهز ليخوضها، ونحن وضعنا فيها جيد. لذلك لا، انا بقول يعني اليوم انه ما في امكانيه لعقد جوله جديده من جنيف الا ان تتبلور يعني امور جديده بتروح باتجاه دعم عقد جوله جديده من جنيف، ولكن طيب. بالوقت الحالي في ظل الاحداث الحاليه لا يمكن. طيب بالنسبه لهذه الامور اللي عم تحكي انه ممكن تتبلور، باي اطار بدها تصير؟ يعني حتى بالشق السياسي من الاتفاق حكى انه روسيا اعلنت ان التفاهم لا تطرق إلى مصير الرئاسة السورية ولا إلى المرحلة الانتقالية، بالوقت الأمريكي الأمريكان بيصروا على هذه النقطة. لا، الأمريكي بآخر فترة ما عاد صرح يعني مثل ما صرح السعودي. يعني السعودي لا يزال يصر يعني على مستوى الإقليمي بأنه الرئيس الأسد لا مكان له في المرحلة المقبلة. الأمريكي أنا بشوفه لا، راح باتجاه مناقش هذا الأمر وما عاد في عقدة عنده بهذا الموضوع. لذلك من نقطة ممكن توقف عندها لا أمريكا ولا لا روسيا. ليش؟ لأنه أنا يعني بشوف رواد بعد اللي حصل بأوروبا وكل الهجمات اللي صارت بالخارج وعملية العدد الكبير اللي راح من اللاجئين باتجاه أوروبا
وامريكا شهدت نوع يعني صوره من هذا من هاي الصور صور الارهاب. انا بقول انه الرئاسه السوريه اصبحت موضوع ما عاد في نقاش فيه على الاقل حتى انتهاء ولايه الرئيس الاسد. الامور بتصير بنقاشه بانتخابات نيابيه بانتخابات بتشكيل حكومه موسعه ويمكن صياغه دستور جديد. هاي النقاط اي صحيح صار طيب. في نقاش فيها هذا يمكن نرجع نحكي لما نحكي عن الموقف السعودي والموقف التركي بالشيء الثاني من الحلقه. بس لا اختم بالروس الامريكي اليوم. كمان سمعنا انه الروس والامريكان استعجلوا بالتسويه لحتى يكون انجز خطوات كبيره قبل رحيل اوباما عن الرئاسه الامريكيه. من ناحيه كان يقال انه الامريكيين بدهم يعملوا انجاز, ومن ناحيه ثانيه الروس بدهم يعملوا اي امور مثبته قبل وصول هلا كلينتون اللي رح تكون صحيح. اكثر تعصبا من اوباما. يعني بالمعلومه يعني هاي معلومة على أنه الروسي أصر من خلال التفاهم, وشفنا هيك العجلة فيه, على أنه ينتزع شيء من الأمريكي قبل مجيء شخص آخر إلى رئاسة الله. وبده كمان أنه بده يعمل أوباما, يعني بده يحاول أنه يعمل أوباما شيء. الأمريكي أنا بتقديري ما بده يعمل شيء غير أنه بده يقطع وقت, وخاصة الأطراف الإقليمية مع هذا التوجه بأنه ناطرين مين الشخص اللي بده يجي لسدة الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية ليشوفوا إلى أي درجة بيتماشى مع أهدافهم بسوريا. أما بالوقت الحالي أنا اللي بشوفه أنه هو مرحلة تقطيع وقت من كل الأطراف, كل واحد عم يشد عصبه لحين إجراء انتخابات الأمريكية. بس أنا بدي أكد لك أنه المعلومة صحيحة. الروسي أصر على أنه ينتزع شيء من الأمريكي, والأمريكي بالوقت الحالي غير قادر على تقديم شيء. لذلك شفنا عمل الغارة وتهرب من الاتفاق وتنصل منه. طيب أنتوا بسوريا مع مين؟ مع كلينتون أو مع ترامب؟ شو لا هي بالدرجة الأولى السياسة الخارجية الأمريكية. فكرت اللي نحترم إرادة الشعب الأمريكي. لا 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 نحن عم نحترم إرادة طبيعة الحال. عفوا بس بتعرف انت رواد السياسة الخارجية الأمريكية ما بتستند على انه مين بيجي على سدة الرئاسة الا انه بيطفي عليها يعني شخصيته. انه بيعطي شخصيته بهذا, لهيك بتشوف انه هذا بيقول بيتميز عن الثاني. ولكن في سياسة واضحة, يعني امريكا ما بتغير موقفها من الكيان الاسرائيلي. امريكا اليوم بدأت تعمل تغيير باتجاه السياسي مع ايران. بدنا نشوف اوكرانيا, الموقف الاوكراني, بدنا نشوف روسيا علاقتها مع روسيا. لذلك انا بقول انه في مراكز دراسات وابحاث هي بتحدد الخطة على المستوى الخارجي للرئيس الجديد. ولكن نشوف هذا الرئيس الجديد قديش فيه يتنصر من التزاماته بالدرجة الأولى تجاه الكيان الصهيوني, والوقوف إلى جانب الشعب السوري في يعني منع هذه الهجمة على الشعب السوري. نعم. بالشيء الأول من الحلقة حكينا عن الميدان من زاوية الاتفاق الروسي الأمريكي. بالشيء الثاني بعد الفاصل رح نحكي أكثر عن الأجواء الإقليمية تركيا إسرائيليا وسعوديا, وكما سنتطرق إلى ملف النازحين السوريين في لبنان. فاصل ونعود بعده المتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا الدكتور أحمد مرعي عضو مجلس الشعب السوري. عودة للمتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا عضو مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد مرعي. قبل ما نتابع معك بشأن السوري بدنا نحول شوي على الملفات اللبنانية. اليوم ملف الاتصالات والإنترنت غير الشرعي مطروح بمجلس النواب, مشان هيك ننتقل مباشرة إلى هناك مع زميلة ريتا نصور أنجليني. ريتا يعطيك العافية, كيف أجواء الجلسة لهلا؟ نعم رواد الله يعافيك, صباح الخير لك ولضيفك. الجلسة بعدها من عقدها من الساعة 11 تقريبا. هالجلسة بيترأسها النائب حسن فضل الله, وبيحضرها الوزيرين المعنيين, وزير الاتصالات بشكل مباشر هو معني بهذا الملف, ووزير الصحة وائل أبو فعور. ورغم أنه هذا الملف منه من اختصاصه أو منه من صلاحيته, ولكنه نادرا ما بيحضر, وعندما بيحضر بيكون حامل شيء جديد بالداخل, على غرار المرة السابقة اللي حضر فيها الوزير وائل أبو فعور وأصر على إخراج عبد المنعم يوسف من داخل هيدي الجلسة. وبالتالي عم بحكي عن هذا الموضوع لأنه البعض عم بيعول على حضور الوزير وائل أبو فعور لتخرج هالجلسة بأي معطى جديد. الوزير وائل أبو فعور وقبيل دخوله أكد أنه القضاء كان أمام مهلة طويلة للتبصر والتوصل لنتيجة بملف الإنترنت غير الشرعي, وأمل أنه بهيدي الجلسة يبين أنه الدولة هي أقوى من المافيات. طبعا رواد هالملف اللي فتح من 8 أدار الماضي لا يزال بعده مكانه,
وبعد المراوحة هي سيدة الموقف في الأسماء المتورطة في معروفة، ولكن ما في توقيفات، والقضاء يحكى عن ضغوط سياسية كتير كبيرة بهذا الإطار. وبالتالي بحسب المعلومات المتوافرة بأنه بهذه الجلسة رح يتم الاستماع إلى النتائج اللي تم التوصل لها قضائيا من خلال المدعي العام المالي علي إبراهيم اللي عم يحضر داخل الجلسة، وطبعا رح يكون في تصريحات بالنهاية. إشارة أخيرة رواد إلى أنه وزير الدفاع وهو معنى أمنيا بهذا الملف، خصوصا أنه يرتبط بالتجسس الإسرائيلي على لبنان، ولكنه غائب عن هذه الجلسة، ما قدرنا نعرف شو السبب. رواد ريتا شكرا لك على هذه الرسالة، بالطبع سنعود إليك فور انتهاء الجلسة وسنكون مباشرة مع تصريحات حين تبدأ. شكرا لك دكتور أحمد مرعي عضو مجلس الشعب السوري. نعود إليك بالحوار. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل عندنا 4 نقاط أساسية بدنا نحكي فيها هلأ: تركيا، إسرائيل، السعودية، وملف النازحين السوريين بلبنان. رح أبدأ من الموقف التركي. من 3 أيام لمحت موسكو إلى أن الأتراك خففوا من حدة خطابهم تجاه الرئاسة السورية، بالوقت اللي اليوم صباحا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن الأسد لا يجب أن يكون جزءا من حكومة انتقالية في سوريا. يعني شوف، هي كل يوم بيستجد عندك شيء جديد. يعني الخطاب بدك تاخده انت بتوقيته، يعني بالوقت اللي كانوا الاتراك هني بحاله تراجع بخطابهم بالتصعيد اتجاه سوريا، كان عندك مشكله داخليه اللي هي محاوله الانقلاب الفاشل بتركيا. بالاضافه انه الاتراك لحتى يقدروا يخففوا من ضغط هذا الانقلاب ونتج عنه وحاله الاعتقالات اللي عملوها، كان لابد من اجراء علاقات جيده مع الايراني والروسي لحتى يقدروا يواجهوا بالداخل، خاصه بعد ما تم توجيه اتهام لأمريكا بأنه هي حرضت على القيام بهذا الانقلاب. وهم بالمناسبة بدي أقول أنه الانقلاب، يعني المحاولة الانقلابية الفاشلة نفعت تركيا بتغيير الموقع. يعني تركيا صارت بموقع اللي بتنتقد أمريكا وبتتهمها، بالوقت اللي أمريكا صارت بدها تبرر أنه لا أنا ما دخلني بالعملية الانقلابية. لهيك بشفنا عملية تسهيل أو يعني غطاء، إذا بدك توفير غطاء للتركي بدخوله إلى منطقة جرابلس، وما كان في حدا بيحكي. حتى أنت إذا لاحظت الصمت الخليجي حول هذا الموضوع، هل هذا موضوع بينبحث فيه يعني بشكل أساسي؟ اليوم التركي يعني أنت بتشوف أنه التصعيد صار من 3 أيام، وبآخر فترة مثل ما ذكرت أنه الروس قالوا أنه تغير الخطاب. صحيح. يعني بس اليوم لمسنا أنه ما تغير لأنه يعني بيكون هني جماعة راحوا بموجة التصعيد اللي على المستوى الدولي والإقليمي. ولكن في نقطة أساسية رواد وثابتة أساسية، أنه التركي هو اليوم محكوم بالانكفاء إلى الداخل وإجراء علاقات جيدة مع الدولة السورية، لأنه ما عاد في إمكانية. علاقات جيدة والرئيس التركي بيصرح هذا بالخطاب، ولكن أنت بدك على المستوى البراغماتي السياسي الأتراك وصلوا لقناعة على أنه سوريا هي خلاص بالدرجة الأولى، لحتى هني عندهم يعني بطبيعة الحال عندك خوف أنت من إنشاء كانتون كردي إلى بقرب الحدود التركية، وبالتالي تهديد الأمن القومي التركي. كيف بالتالي بلشت هذه الاتصالات؟ يعني لأن حكى أنه صار في اجتماعات مخابراتية أمنية بين الأتراك والسوريين. هلا أنا ما عندي معلومة، ما بمتلك المعلومة، ولكن أنا بقدر إيه صار في اتصالات على مستوى جيد، وتركيا راحت باتجاه القناعة والقرار بأنه نحن راجعين لسوريا، لأنه سوريا هي اللي راح يعني تخفف عنا من كل هاي الملفات اللي موجودة بالمنطقة. يعني اليوم عندها ملف داعش، عندها ملف جبهة النصرة، عندها ملف الأكراد يعني بالقرب من الحدود التركية، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن يتم علاجه إلا بالتوافق مع الإيراني والروسي والسوري. طيب بالنسبة فما تعول كتير على التصريحات. يعني تمام اليوم، بس إذا بعدنا عن التصريحات جينا على الميدان السوري اليوم في أمر واقع عنده أنه تركي صار عسكريا موجود في سوريا. صح. في خطاب كمان امبارح لأردوغان بيقول أنه بيحكي عن المنطقة الآن اللي عم يسعوا لها، وبيحكي عن احتمال توسيعها جنوبا. صحيح. هو زاد الرقم. يعني هلا أنا بدي أقول لك شغلة، لا يمكن في ظل التوازن على المستوى الدبلوماسي الحالي وعلى المستوى العسكري الحالي، أنه نحن نروح باتجاه إقامة منطقة آمنة والطلب الأمريكي بأنه إنشاء منطقة حظر طيران. ليش؟ لأنه هل الشغلتين الأساسيات هني بحاجة لقرار من مجلس الأمن بأيد في قيام منطقة آمنة، وبالتالي في ظل التوازن الحاصل اليوم في مجلس الأمن والأمم المتحدة لا يمكن تمرير هكذا قرار، وبالتالي حتى لو كان عند التركي هذه النية لن يصل إلى هذه النتيجة، لأنه نحن يعني مالكين الدبلوماسي ومالكين الأرض، وبالتالي كيف في إمكانية أنك أنت تنشأ هذه المنطقة الآمنة
فهمني. هلا التركي بصرح يعني قدر التركي انه يكون عم يتقدم يعني اليوم صار موجود. قبل كان حجتكم انه مخالف للقانون الدولي في حال دخل التركي. اليوم التركي فرض امر واقع انه صار موجود على الاراضي السوريه وعلى هواء صار فيه يوسع ويضيق المنطقه اللي بده. لا لا مش على هواء لا بالدرجه الاولى. اليوم مين عم بحده؟ لا اليوم حتى التركي اليوم راح باتجاه امبارح مثلا الباب. هل التركي رح يعني رح يتقدم اكثر من الباب بحال وصل للباب؟ ما في امكانيه لانه صار رح تنشا خط تماس ما بين التركي والسوري في حال لم يتم التوافق. يعني ما رح يتقدم التركي اكثر من هيك. السؤال هون بيكون ماذا بعد الباب بالنسبه للتركي؟ التركي انا بتقديري استاذ رواد وانا من منطقه جرابلس يعني هي المنطقه هي منطقتي 100%. التركي يعني اللي حصل حتى اليوم انه هو اعطى الاعاز للداعشي بشكل او باخر مع الامريكي بانه ينسحب. انا موجود بهي المنطقه. الهدف الاستراتيجي الكبير اللي حققه انه هو ابعد قوات سوريا الديمقراطيه عن منطقه الحدود التركيه، وانا هي المنطقه بعرفها جغرافيا يعني قري، وبالتالي هذا الهدف الاستراتيجي الوحيد الذي حققه. على المدى البعيد ماذا يمكن لاردوغان ان يحقق؟ خلينا نشوف نحن بالمرحله الجايه، والامور مرهونه بوقتها يعني. يعني كانوا عم تحكي مطمئنين شوي للتركي، ما كنا خايفين منه. لا مطمئنين على وضعنا، يعني انت وضعكم مع التركي. لا 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 مش وضع لا 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 بس انت اليوم رواد حقيقه وانا عم بحكي أشياء على الأرض على الواقع. يعني حدا لما بيسألنا شو الوضع بنقول له منيح. منيح مش إنه والله خلصت، لا نحن ما عم نقول إنه خلصت، بطلنا هي ما بعرف مين طلع هي الفكرة، بس هي ما خلصت. لا نحن بحالة حرب، بس نحن في ظل هي الحرب نحن وضعنا جيد. يعني نحن منا حدا خايف ليهجم عليه تهجم عليه السعودية ولا التركي. لا نحن أمورنا جيدة وأنا بقول وإن شاء الله منذكر بعض إنه المرحلة الجاية أفضل بكتير. المرحلة الجاية كم شهر يعني؟ يعني خلينا ننتظر شوي شهرين ثلاثة. إيش هذا سريعة؟ يعني لا ما بحاول إنه هي كبسة زر إنه بتصير كن فيكون، لا بس نحنا شايفين الأمور رايحة لصالحنا. طيب بنتقل من التركي للاعب إقليمي تاني هو اللاعب السعودي. إذا التركي كان بفترة قرب شوي على الروسي وعلى الإيراني، مع السعودية بعض الأمور متأزمة وبأشد مع الإيرانيين وبأشد مع الدولة السورية. لفت انه السعوديين ما كانوا على ما يبدو بجو الاتفاق الروسي الامريكي. السعوديه ومع قطر تولوا من نيويورك بالساعات الماضيه القصف على دمشق، ولقاهم حتى رياض حجابي اللي معروف ولاءه السياسي بيقول لا يمكن ان يكون لبشار الاسد لا يمكن ان يكون بشار الاسد جزءا من مستقبل سوريا لانه فقد شرعيته. يعني رجعوا شوي على خطاب 2011. شوف هني بال2011 ما غيروا اصلا. نعم. يعني ما غيروا نحن ولا مره ما رح نغير شوي. القطري انه رايح شوي انه غايب ببعض يعني على الشاشه اعلاميا ولكن على الارض عم يشتغل. نعم. هلا خلينا نحن نجي يعني نحكي عن موضوع التصريحات من 2011 وهن جماعه بيقولوا على انه الرئيس الاسد لن يكون له دور في المرحله المقبله، ونحن اليوم على مدى 6 سنوات في اكثر من رئيس دولي فل وفي اكثر من مسؤول على مستوى الخارجيه فل وبقي الرئيس الاسد. اليوم بال 2016 إذا بدنا السؤال هو إنه وين السعودية اليوم؟ السعودية خاسرة باليمن. السعودية ما فقدت الأمل من تحقيق انتصار بسوريا، ما فقدت الأمل وعم بحكي بكل وضوح، ولكن هي شاعرة بأنه بخيبة أمل بالجماعات اللي دعمتهم لأنه ما قدروا يحققوا شيء. نعم. وعلى الأموال اللي كبتهم على هاي الجماعات، واليوم بال2016 هي أمام حالة تراجع. فكل اللي بتمتلكه اليوم السعودية أنه هي ممكن تصعد شوي من خلال إعاز لبعض يعني اللي هي بتدعمهم، مثل اللي صار بحما مثلا، التصعيد اللي صار بحما وهو صحيح. لا هو هذا الموضوع هو كان رساله بانه السعوديين لا يزالون موجودين بالمنطقه. السعودي اليوم خاسر بطبيعه الحال ولكن لم ينكسر، ما يعني اذا بدنا نقول من هزم من هزم ولكن خاسر. بس عودته الى الوجه بقوه كمان هي مؤشر وين. انه الامريكي وقتها كان رايح للتسويه ما كان اخذ حلفائه معه. شوف ليش؟ لانه في خلاف مع السعودي حول اليمن، انه في معلومات بتقول انه اجتمع الامريكي مع السعودي وانه خلصنا من هذا المستنقع اللي انت فوتنا فيه. اليوم قد صار للمساله اليمنيه السعوديه، والعكس انه اليمنيين فاتوا على مناطق بقلب السعوديه، يعني بالوقت اللي كانت السعوديه بدها تضرب الحوثيين كانوا السعوديين الحوثيين كانوا فاتوا على بعض يعني
اليمنيين فاتوا على بعض المناطق السعوديه، وبالتالي في خيبه امل، في تراجع، في خساره، في انكسار بالموقف السعودي على مستوى اليمن، بالعراق وعلى مستوى العلاقه مع ايران وبسوريا تحديدا. وبالتالي اليوم السعوديه انا بقدر اقول انه هي، اذا بتقول لي وين السعوديه اليوم، بقول لك في حاله انكفاء، ولكن بعدها عم تكابر بانه انا موجوده. وهذا اللي شهدناه من حال من خلال حاله التصعيد اللي صارت ببعض ريف حما. هذا بالنسبه للسعوديه. بالنسبه للعمل الاسرائيلي كمان، للمره الاولى يمكن من بدايه الحرب، قبل كنتوا تحكوا انه في دول اسرائيلي ما عم تدعم جبهه النصره، بس للمره الاولى بيكون بهذا الوضوح الدول الاسرائيلي على الجبهه الجنوبيه. وللمرة الأولى كمان المفارقة هي الرد السوري بقصة الطيارتين والصواريخ، يعني بغض النظر سقطوا وما سقطوا، بقصة إطلاق الصواريخ شو عم بيصير هني؟ شوف، هو منه صحيح بأنه الإسرائيلي لأول مرة يدخل الحرب بهذا الوضوح، يعني إن كان بتصريحاتهم إن كان بأدائهم العسكري. لا، هني بعدهم بيقولوا إنه إحنا ما بنتدخل، نقف وقف يعني وقفة المتفرج. نعم. ولكن هي على الأرض لا، الإسرائيلي من بداية الأزمة، بداية الحرب على سوريا، كان شريك وطرف فيها، بلش من خلال الطبابة ومن خلال أيضا دعم المجموعات الموجودة بجنوب سوريا. نعم. يعني منطقة القنيطرة والجولان. الإسرائيلي اليوم في ظل التفاهم اللي حصل ما بين الروسي والأمريكي قبل سقوطه أو قبل انتهائه، كان عم بيقول إنه أنا موجود، يعني أنا من ناحية عم بيقول إنه أنتوا عم تروحوا باتجاه تفاهم، أنا وين؟ أنتوا رحتوا باتجاه تفاهم وأنا ما حكيتوني، يعني ما قلتوا لي إنه مثلا إنه أنا شو دوري، شو مكانتي بالمرحلة المقبلة. من ناحية تاني كمان الإسرائيلي، خلينا نكون نحكي بوضوح، إنه الإسرائيلي بيتخوف من إنه انتقال بيئة المقاومة على غرار ما هو حاصل في جنوب لبنان إلى منطقة الجولان. طبعا هذا أمر بيخوفه، وصرح الرئيس الأسد والسيد حسن بأكثر من مرة على إنه نحن بننتقل على انتقال تجربة المقاومة الجولان، والرئيس الأسد أكد أكثر من مرة أنه تحرير الجولان في المرحلة القادمة لن يقتصر على المناطق التي احتلها يعني احتلتها الجماعات المسلحة، وإنما كافة الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل. إسرائيل قلت لك يعني اليوم بس هي ليه سوريا بهذا التوقيت قررت تغير شوي بالمعادلة من خلال تحديدا الثلاثة الماضي إطلاق الصواريخ؟ هلا هن يوصفوه كمان انه يعني ما بس انه نحن شايفينه، هو الصحافي الاسرائيلي اعتبرته تحول كبير في الصراع، يعني من كل وجهات النظر هو نوع من تحول. هذا اللي قلت لك يا، هذا ربطا بموضوع انه نحن مرتاحين على وضعنا. يعني كمان بنفس الوقت انه نحن يعني كان في رساله من القياده السوريه على انه الحرب اللي موجوده والتي لم تتوقف من 73 ومن 67 من احتلال الجولان، الحرب الموجوده ان كانت بشكل مباشر او غير مباشر، وهذا موضوع نقاش تكون عليه. لا هذا موضوع، هذا موضوع كان جبهة هادئة. لا مش جبهة هادئة أبدا. سوريا قاتلت إسرائيل ب73 وإن كان بشكل غير مباشر من خلال دعم حركات المقاومة بكل المنطقة، وسوريا لم تتوقف حتى اللحظة عن دعم المقاومة، هذا أمر واضح. صحيح. وبالتالي هذا اللي خلى إسرائيل تكون طرف أساسي بالضرب الدولي السوري وضرب مؤسساته وضرب النسيج الاجتماعي، وأنه تكون سوريا خالية وفارغة من كل مقدراتها. الإسرائيلي بالدرجة الأولى، أنا بدي أقول رواد بهذا يعني هيك حتى تكون فكرة مختصرة، هو في ظل التفاهم اللي حصل صعد وأرسل يعني ما يسمى ب أو أطلق عملية قادسية الجنوب اللي سقطت على فكرة. صح. يعني 3 أيام على التوالي كانوا بيشنوا هجمات على بعض المناطق، كان الجيش بيرد بشكل أساسي، لذلك سقطت قادسية الجنوب والقيادة السورية أطلقت الصواريخ فغيرت المعادلة كلياتها. هذا موضوع نحن مرتاحين عليه، والإسرائيليين هن شايفين أنه في تحول كبير بالمعركة مع معركة تاريخية مع هذا العدو. طيب بس السؤال بيبقى هون بالنسبة لموقف موسكو، يعني لما نحكي عن العلاقة الروسية السورية عم بيكون في نوع من تكامل لما بيكون الصراع يتعلق بداعش مع داعش مع جبهة النصرة مع المجموعات المسلحة، بس لما الصراع يتعلق مع الجانب الإسرائيلي موسكو عندها موقف آخر مغاير، يعني إسرائيل ليست عدوا لها. بالتالي الخطوة السورية بإطلاق الصواريخ نهار الثلاثة كانت منسقة مع موسكو أو شو كان موقفها؟ أنا بتقديري بتكون منسقة مع كل الحلفاء، ليس فقط مع روسيا، منسقة مع كل الحلفاء. بإنه إيران ما يكون عندها مشكلة أكيد، يعني لا إيران ولا المقاومة ولا نحن عندنا مشكلة ولا منسقة، لأنه رواد إجت يعني كان في حاجة إنه أنت تبعت رسالة سياسية وعسكرية بإنه نحن لازلنا موجودين، المعركة مع الإسرائيلي مستمرة، اليوم نحن في حالة تصعيد، أنتوا بتصعدوا نحن بنصعد، وبذات الوقت قادسية الجنوب سقطت، أنتوا قد ما حاولتوا تهجموا علينا فشلت. هلا
تقلي بموضوع انه روسيا ليش منا عدوي مع اسرائيل، هذا موضوع لا لا هذا معروف ما عندنا وقت نفوت فيه، بس سؤال كان الاساس اذا كان منسق او غير منسق. لا لا انا برايي كل شيء يتخذ بسوريا منسق مع الحلفاء، لانه انت عم تخوض معركه مشتركه يعني، بالتالي ما فيك انت يعني من باب هيك المجامله الدبلوماسيه تسمى انه هي بالعلاقات الدوليه والقانون الدبلوماسي، انه انت بتنسق بطبيعه الحال مع حلفائك وهذا امر طبيعي. انتقل للملف الاخير بهذه الحلقه، هو ملف النازحين. هذا مهم كثير للبنانيين اليوم. هذا الملف عم بيكون باطار بحث بنيويورك مع الجانب اللبناني والافرقاء الدوليين، عم بيكون محط اهتمام بلبنان، الكل عم يحكي فيه، في تهم انه البعض عم يتناول بعنصريه، في البعض بيقول لا حق لبنان انه يكون عم يتعاطى بهذه الطريقه. انتم كسوريين كيف تنظرون الى هذا الملف؟ اول شيء قد ايه معنا وقت لنا حتى نحكي بهذا الملف؟ سبع دقائق. سبع دقائق. طيب حنحاول انه هيك قدر الامكان نحكي بخلال خمس سبع دقائق. هلا بطبيعه الحال رواد، لبنان دوله مجاوره، اذا بدنا نحكي بالسياسي يعني بس الحدود السياسيه، لبنان دوله مجاوره الى سوريا، وطبيعه الحال عندما تنشا ازمات باي دوله اول ما تتاثر بهذه الازمات هي دول الجوار، ولبنان اخذ حصته من الحرب على سوريا، يعني نتيجه هي الحرب نزح عدد كبير أو لجأ إذا بدنا، وهلا حنوصفها هي نحطها بإطار القانوني، لأنه ليش لبنان لجأ أو نزح، لأن هي بترتب كثير مفاهيم بالأمر. حنحكي فيها وقانونيا نعم. لجأ السوريين إلى لبنان لا حتى يقدروا يعني يتجنبوا الحالات الهجوم الإرهابي اللي بتصير بسوريا. هلا لبنان غير، بيقول لك لبنان غير معني بأنه يقدم طلب لجوء أو يعتني بهدول الناس لأنه هن نازحين. نعم. لبنان أولا ما في بالقانون الدولي شيء اسمه نزوح إلى دولة أخرى، في نزوح داخل الدولة. لبنان لماذا يطلق هذا التوصيف بأنه نازح؟ لأنه نعم بصير في مترتبات عليه منه قادر يتحملها على كهله، بس هون في شغلة، حتى لبنان غير قادر على الهروب من هذه المترتبات. لماذا؟ لأنه اتفاقية جنيف لعام 1951 بتقول أنه اللاجئ هو الذي انتقل من دولة إلى دولة أخرى، أما النازح فهو داخل الدولة. ليش؟ حتى اتفاقية جنيف لبنان يعني المسؤولين اللبنانيين، مع الاحترام والتقدير الكبير طبعا للدولة اللبنانية وكل القيادة اللبنانية أو المسؤولين اللبنانيين، أنه نحن غير ملزمين بأنه نعطي أي حالة إنسانية للاجئين السوريين، لأنه نحن أصلا منا موقعين على الاتفاقية. ولكن اتفاقية جنيف لعام 51 هي من اتفاقيات ذات الطبيعة الإنسانية، يعني وفقا قانون اتفاقية معاهدات المادة 60 فقرة 5، واللي بيحب يراجع على انه هي اتفاقية ذات طبيعة انسانية، يعني ملزمة سواء انت انضميت لها او غير. طيب او ما انضميت. بس بهذا المجال يعني اذا اخذناها بالمنطق اللبناني في عدم قدرة للاستيعاب بالنسبة لملف النازحين. طيب المسؤولين اللبنانيين اللي عم يفتحوا هذا الملف بيقولوا انه في قد نص عدد سكان لبنان اجى نازحين. صحيح. هلا صحيح. عم بيكون في تكاليف كبيرة، عم بيكون في استهلاك كثير كبير، في اعباء كبيرة اقتصادية اجتماعية، في خشيه ديموغرافيه، وبتعرف كثير منيح التركيبه اللبنانيه بهذا. صح. الاطار، فهيدي الهواجس يلعب عندنا بغض النظر كمان عن القانون. انا بس بدي اوصفها قانونا، لانه كل مره بينحكى انه نزوح وغير لجوء، يعني لبنان بطبيعه الحال وفقا لهذه الاتفاقيه هو ملزم بتقديم الخدمه الانسانيه للاجئين للازين، انا عم اقول ملزم وفقا قانوني حتى. نعم. ما يقول حدا انه والله انا عم بلزم الدوله اللبنانيه. هلا لبنان انت رواد يعني بطبيعه الحال مستفيد من وجود اللبناني السوريين في لبنان. لبنان اليوم بالامم المتحده، امبارح لما راح السيد الوزير وزير الخارجيه راح الى الامم المتحده لحتى يقول انه في عبء. نعم. وفي مشاكل بالاضافه الى كل محافظه الدوله بالمقابل. وفي خشيه من توطينه. لا في خشيه من التوطين، اول شيء موضوع التوطين حنحكي فيه. نعم. ما في امكانيه انه انت تقول عندي مشكله بلبنان وانت ما عم تشتغل لحتى تقدر تحل هي المشكله. طب كيف يعني كيف يكون يعني انت كسوريين؟ حقول لك انا شو الرأي لك. انت حق. عم تروح بكل المحافل الدوليه بتقول انا بدي مساعدات انسانيه بالوقت. نعم. اللي انت فيك تضغط على الدول اللي سببت هي الازمه، وبالتالي خروج كل السوريين يعني بيعودوا لارضهم ولبلادهم وانت مريح حالك. يعني انت عم تطلب مساعدات بالوقت اللي بتطلب مساعدات، احسن ما تطلب مساعدات تطلب من هي الدول الداعمه لهي الجماعات بانه تنكفئ وتبطل تدعمهم لحتى هدول السوريين يتوفر امكانيه للعوده. حتى تمام. نحكي الامور بكل صراحه، بتقول انه في كتير مناطق امنه بسوريا وارده المؤيدين للقياده السوريه والحكومه السوريه يرجعوا لها، وفي مناطق تحت سيطره المسلحين يلي مؤيد لهذا الخط المعارض في روح لها، فبالتالي وجهه النظر هذا كيف تشوفوها؟ هلا شوف الدوله السوريه، انا خليني احكي بالدوله كراعي وكقانون. نعم. يعني الدوله قانونيا مسؤوله عن كل السوريين اينما وجدوا. الدوله السوريه صرحت الاف المرات بانه كل السوريين الموجودين بالخارج هناك امكانيات وهناك مناطق امنه انشئت للعوده. تمام. اثنين
يعني موضوع التوطين لا يمكن اليوم انه يتم رواد، لانه السوريين هن ما بدهم توطين، وبذات الوقت ما في امكانيه للتوطين، لانه يعني على المستوى الشعبي مرفوض، وسوريا في ضغط دولي عم بيصير بهذا المجال. لا صار في التباس بهذا التصريح، بس معروف في ضغوطات دوليه بهذا المجال. نحكي عن مشروع اكبر من هيك، انه البعض يريد استخدام النازحين السوريين ببعض فئاتهم اكيد لضرب مشروع المقاومه في لبنان. يعني في اكثر من سيناريو عم يحضر. طيب من خلال انت عندك حلين. قنبله انا اسمح لي انه اقدم هيك مقترح. نعم. عندك حلين. اول شيء عمليه التنظيم اللي صارت ب 5/1/2015 السوريين موجودين بلبنان هي بشكل أو بآخر نجحت، وكانت أنا بعرف أنه كان لها ارتباطات سياسية، أنه موضوع دخول السوريين إلى لبنان. النازحين غير يعني النازحين السوريين أو الموجودين بلبنان أو اللاجئين غير يعني الداخلين بأوراق غير نظامية، الدولة اللبنانية من حقها أنه تيسر الأمور وتسفير، يعني بتسفر ناس فيها ترحل حدا. أنا الفكرة الأساسية رواد، حتى ما نروح النقطة الأساسية، بأنه لبنان بتأمل أنا من الدولة اللبنانية كعضو من الشعب على أنه تروح باتجاه أنه تسني أو تطلب سني هذه الدول التي تدعم الجماعات اللي هي نتج عنها. يعني أنت عم تعالج بلبنان، عم تعالج النتيجة، ما عم تعالج السبب. نعم. أنت عم تطلب مساعدات لأنه عندك مشكلة، خي عالج المشكلة بأسبابها. طيب اليوم كدولة سورية جاهزة لتكون عم تنسق؟ طبعا جاهزة، وأنا مسؤول عن كلامي. الحكومة اللبنانية قررت تنسق؟ أنا من يعني على شاشة الـ OTV الدولة السورية لم تتخلى عن مسؤولياتها يوما، وهي جاهزة اليوم قبل الغد بعودة كل السوريين إلى سوريا، وهذا واجب الدولة السورية، واجب السوريين يعني بطبيعة الحال. لذلك العمل بالمرحلة المقبلة إذا أردنا حل هذه الأزمة. بعدين لبنان يعني نشتغل على نقطة، وأنا يعني بقول مع الاحترام والتقدير على أنه حتى سياسة النائب النفس كان في ملاحظات للدولة السورية عليها، بأنه هي سياسة النائب النفس، لا يمكن لدولة تتأثر بكل الأزمات اللي نشأت في لبنان أنه أنت تجي بتقول أنه أنا بدي أنا بنفسي وتقول أنا عم بدي ناسحين. طبيعة الحال يعني سياسة النائب النفس أدت إلى ما جرى في لبنان، لابد من التخلي عن سياسة النائب النفس والتنسيق. نعم. مع سوريا والقيادة السورية والأجهزة الأمنية السورية يعني. نعم. كل على المستوى السياسي والعسكري لحل هذه الأزمة. نعم. غير مع سوريا لا يمكن أن تحل. أنت عم تروح على الدول لتحل أزمة. هذا ملف شائك نتابعه بحلقات مقبلة. شكرا لك دكتور أحمد ملاعي عضو مجلس الشعب السوري، كمان شكرا للمشاهدين لحسن المتابعة، على أمل اللقاء في حلقات مقبلة من حوار اليوم.